أهلا بكم أحبائي في حلقة جديدة وممتعة وبسيطة إن شاء الله. هنتعلم مع بعض النهاردة إزاي نخفي أي ملفات عايزينها، فيديوهات، صور، ملف وورد، تكست، أي حاجة في صورة بصيغة بي إن جي، جي بي جي، جي أي إف، أي حاجة، ونبعتها لأشخاص. مثلا لو عايزين نبعت دي لحد معين بحيث ان حد شخص تاني يقدر يوصل لها ما يعرفش يشوف الملفات دي. الطريقة بسيطة مع بعض. كل اللي محتاجه ان يكون عندك صورة زي دي، اهي صورة فاتحينها مفيهاش حاجة عادية خالص، والملف ده فيه صورتين والملف التكست ده بس، وتكون محتاج كام برنامج وين رير لازم يكون معاك عشان نستخدمه. ان احنا اهو نضغط بيه الملف ده، وده اللي هنخفيه جوه الصورة دي، وهنقول delete files after archiving اللي هو يمسحه بعد ما يعمل archive. هنبدأ ان احنا نسميه، مثلا هنسميه 11، فده اسمه احمد معانا وده كده 11. فهنبتدي ان احنا نروح جايين دايسين على control و shift و click يمين، هيدينا العلامة الجديدة دي اهو. ندوس على open command window here. احنا ليه عملنا دي كده؟ مسحناش من ورا عشان يدينا المسار ده على طول، بدل ما نخش نفتحها من بره ونروح احنا للمسار ده. هنبدأ ان احنا نكتب الامر ده، كوبي سبيس سلاش بي، وبعد كده هنا بتكتب اسم الصورة، الصورة دي بتكتب اسمها، فانا هنا هكتب احمد. وبعد كده بنكتب الاكستنشن بتاعها اللي هو اسمه الامتداد، فهعمل لكم زوم هنا، دوست عليها هتلاقي بي ان جي اهو، او انك تخش على كليك يمين بروبرتيز، وبعد كده هتلاقي اهو بي ان جي، او من ديتيلز قدام ايتم تايب او نوع الصوره هتلاقي بي ان جي، فهروح كاتب هنا دوت بي ان جي، او انت تكتب دوت اي حاجه تانية حسب اكستنشن. بعد كده اعمل سبيس بلس سبيس او مسافه، يعني اعمل لكم الزوم اهو طبعا. وبعد كده هي بكتب اسم فوق الملف المضغوط او 11 دوت، بس هنا نكتب بقى رير ار اي ار ومنغيرهوش كلنا زي بعض. وهنا بتكتب اسم الملف اللي هيطلع الجديد، فانا هكتب www.png برضو، دوس انتر اهو. شفتوا في واحد جديد ظهر لنا اهو، تمام. يعني ننزل دي كده، فبصوا لو فتحنا دي اهي صورة عادية ما فيهاش اي حاجة خالص لأي حد هيفتحها، انما لو كنا تكينا عليها رايت كليك وبعدين قلنا اوبن ويز، سوري عفوا مش شير ويز، اوبن ويز، فهنا المفروض هنلاقي وين رير. لو محد زي عندك كده ملقاهوش، فتبدأ ان انت تخش تجيبه من جوه، فهندوس على اذر بروجرام او برامج اخرى برضو ملقناش فيها، فهندوس على براوز او استعراض، ونبدأ نخش نجيبه من بروجرام فايلز. نبدأ تك حرف الدبليو من الكيبورد، ف هنجيبه هنا مش موجود في بروجرام فايلز دي، فهنطلع نجيبه من التانية. اهو هنيجي هنا برضو نتاكي دبليو اهو لقيناه ورير، اقفشه من قفاه وهندوس عليه دبل كليك بس، وبعد كده اوكي هيبدأ ان هو يفتحه بيه. اهو اتفتح اهو زي اللي احنا كنا ضاغطينه، حط الملف ده دخلناه اهي، والكم واي فريند زي ما شفناه في الاول اهو، بقوم جوه الصورة دي. الطريقة عشان تفتح بيها الصورة دي وتظهر الملفات كلها، انما لو ضغطت عليها ضغط مباشر هتتفتح لك كصورة عادية. دي كانت ببساطة كل الفكرة بتاعت النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. ياريت تدعموني بسبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في صفحتي على الفيسبوك، واذا كان اي حد عنده سؤال يتفضل وان شاء الله اقدر اجاوبه. السلام عليكم.